التكوين مصيره الهلاك، لكن هذا الربط نحن منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العلي العظيم. نكتفي إن شاء الله ربما بهذا المقدار. يا أيها الناس، الخطاب للناس، مو للمؤمنين وإنما للناس. الآن ليش للناس؟ لأن الآيات اللي تتناولها السورة بشكل عام هي آيات ترتبط بالعدالة الاجتماعية، يعني ما ترتبط بالعبادات مثلا صلاة وصوم وغيرها من الأمور، وإنما ترتبط بافترض مثلا طريقة توزيع الأرث مثلا، في كيفية تعامل الرجال مع النساء مثلا، في شغلات منها، كيف نتعامل مع الأيتام. يعني ترتبط هذه الآيات أو كثير منها ترتبط بالحقوق، حقوق الآخرين عليك، وبالنتيجة فهي طبعا، والحقوق لما نتحدث عن حقوق فالحقوق مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالتدبير، مو بالحقوق، بالتدبير. والتدبير يعني التدبير بالنسبة لله سبحانه وتعالى مرتبط باسم بعنوان الربوبية. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى رب، شنو معنى رب؟ أكدنا عليها كثير، يعني المالك المدبر، يعني رب يعني ساسة يسوسو، ساسة يعني عملية سياسة، معروف يعني نفس اللفظ مال السياسة، يعني عملية تدبير، تدبير المملوك. فإذا مو مرتبطة بالألوهية، الآيات ما مرتبطة بالألوهية، اللي يرتبط بالألوهية وما القضايا والأعمال اللي ترتبط بالعبادات، هذه ترتبط بالألوهية. أما الربوبية فهو اللي يرتبط بعملية التدبير وشؤون الحياة اللي هي قلنا مرتبطة بالعدالة الاجتماعية. ولذلك لما نتحدث عن العدالة الاجتماعية بعد، مو يا أيها الذين آمنوا، مو يا أيها المؤمنون، وإنما يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وهنا إشارة ربكم واضح، اتقوا ربكم مو اتقوا الله، لأن الأجواء كلها أجواء تدبير، فترتبط بالرب بالربوبية. الذي خلقكم من نفس واحدة،
النفس هي عادة كلمة النفس ما إلها فد شيء محدد. مثلا شو تقول أنت؟ تقول نفس الكتاب. الكتاب نفسه، نفس الكتاب، يعني تريد تأكد أنه هو هذا الكتاب، هو هو مو غيره، نفس الكتاب. وهكذا في أمور كثيرة، يعني ما به الشيء شيء، أو ما يكون، يعني شلون أوصل، يعني الأمور، العناصر اللي يتقوم بها الشيء، اللي يتكون الشيء. فما به الشيء، يعني ما به الكتاب كتاب، هو هذا النفس. ما به الإنسان، يعني الشيء الذي يكون به الإنسان إنساناً، هو هذا نفس، نقول نفس الإنسان. الشيء الذي يكون به الكتاب كتاباً، هو نفس، نقول عليه نفس الكتاب. جيد، هسا القرآن الكريم شو يقول؟ خلقكم من نفس واحدة. النفس شنو الآن؟ طبعاً بالتأكيد المقصود بها الإنسان. فالآن بأي شيء يتقوم الإنسان؟ أو بأي شيء يكون الإنسان إنسانا؟ بشيئين، يعني بالدنيا بشيئين، الروح والبدن، الروح والجسم، مو ذن. فإذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أنه خلقناكم من آدم، يعني إذا قلنا من شخص متكون، أو من شيء متكون من روح وبدن، وهذا ينطبق على آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، طبعا اتقوا الله أو اتقوا ربكم أخذناها كثير، مو صحيح؟ يعني اتقوا معاصي الله، ديروا بالكم، احتاطوا، لا تخلون نفسكم، هاي نقطة كون ننتبه لها، لا تخلون نفسكم تحت تطبيقات معينة تؤدي بكم نعوذ بالله إلى النار، يعني هاي بعد ما تفيد. يعني مثل ما واحد يخلي نفسه تحت تطبيقات الجاذبية ويقول ها أنا بطلت، ما تفيد بعد الجاذبية. الجاذبية تفعل فعلها بيك، ما بيها بطلت. يعني أنت تقدر، لا تخلي نفسك تحت تطبيقات، افترض الطبيعة، قوانين الطبيعة، يجي يعني يكمش الكهرباء ويقول ها بطلت، أنا ماك بطلت بعد، تخليت نفسك تحت تطبيقات قانون طبيعي راح نتيجته تكون حتمية عليك. أنت تجنب أن تخضع نفسك تحت تطبيقات هيك قوانين. كذلك بالشريعة نفس الكلام، إحنا علينا أن نتقي، أن نتجنب، أن نحمي نفسنا، أن لا نخلي نفسنا في تطبيقات قوانين معينة نعوذ بالله تؤدي بنا إلى العذاب وإلى النار. وهذه هي التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الزوج شنو؟ الزوج هو كل واحد إذا إلى قرين، إلى مثيل، يسمى زوج. يعني كل واحد يسمى زوج. إذا اثنين هم نريد نحكي عنهم ما نقول عليهم زوج، شو نقول عليهم؟ زوجان، زوجان. وهذا ينطبق يعني بأشياء كثيرة، اللي احنا نقول مثلا زوج من كذا، مو هالشكل، زوج، زوجان. وينطبق كذلك على الإنسان، حينما يقترن أو تقترن المرأة بالرجل، أو يقترن الرجل بالمرأة، حينما يصبحا قرينين، كل واحد منهم شنو؟ زوج. فالرجل زوج والمرأة زوج، مو زوجة. يقولون اللغويين، يقولون زوجة لغة رديئة. أحسنت، زوج. فالمرأة زوج والرجل زوج، كلاهما شو نقول عليهم؟ كلاهما معا زوجان، هما زوجان، مو هما زوج. احنا قد يتبادر ذهننا الزوج يعني اثنين، لا، الزوج مو اثنين. الزوج يعني أي واحد إذا إلى قرين، هو كل واحد من عندهم زوج، ومجموعهم اثنينهم نسميهم زوجان. فإذا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، زوجها يعني زوجته. من هذه الزوجة؟
القرآن الكريم ما يذكر اسمها، لكن بالروايات معروف تسمى حواء، مو صحيح؟ أما بالقرآن فما ما تقدر، يعني ما تقدر تستدل على اسمها من خلال القرآن الكريم، لكن آدم عليه السلام تستطيع أن تستدل على اسمه من خلال القرآن الكريم. الآن وخلق منها زوجها، يعني شنو؟ هنا نقطة مهمة. الكثير يتصور، وحتى أكو روايات بهذا المضمون، أنه منها المن تفيد هنا التبعيض، منها يعني من بعضها، مو من، ربما تكون بيانية وربما تكون تبعيض. البيانية تبين توضح، التبعيض تقول يعني تبين لك أنه هذا جزء وقسم وبعض من ذاك. فإذا قلنا المن هنا للتبعيض، يعني الله سبحانه وتعالى خلق، خلينا نقول حواء حتى نسهل الأمور، يعني خلق حواء منين؟ من بعض آدم، من بعض آدم. لكن إذا قلنا لا، هي بيانية، فتوضيح، توضيح. شلون توضيح؟ يعني من نفس، من عين، حتى لا تصير، حتى مو هي كلمة عين، نقول هذا الكتاب عينه، مو صح؟ أو هذا الكتاب نفسه، مو شكل نقول؟ فيريد يقول من عين النفس، حتى ما أقول من نفس النفس، من عين النفس التي خلق منها آدم، بيان النوع. هاي المن من أجل بيان النوع، مو من أجل مثلا، افترض كمثال، أنت تقول مثلا، تقول فطار معين، تقول هذا مثلا من الطيور، هذا من الطيور، تريد تبعض، مو هالشكل. بس إذا تقول من طيور الكذا، أنت الآن ما تريد تبعض، وإنما تريد تبين أنه هذا محسوب على مثلا على صنف معين من الطيور، على نوع معين من الطيور، مو هالشكل. الآن نفس الكلام، الآن ما تريد أنت ما تريد تقول، يعني الآية الكريمة ما تريد تقول أنه حواء خلقت من بعض آدم، وإنما تريد تقول هو ال- 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 الشيء اللي انخلق من عند آدم، هذا النوع نفسه خلقت منه حواء. إذن أكو تفاوت بعد بالإنسانية؟ ما أكو تفاوت بالإنسانية، لا تفاوت بالإنسانية. النوع الذي خلقت منه، أو الذي خلق منه الذكر، هو نفس هذه النفس، عين هذه النفس، عين هذا النوع، نفس هذا النوع خلق منه الأنثى. فهذا لا تفاوت. هنا شو تريد تثبت؟ تريد تثبت يعني أن البشرية يشتركون في قضية واحدة، وهي قضية الإنسانية. وحينئذ تصير كلش واضحة الأمور، إذا انتبهنا أن الآيات تتحدث عن حقوق، مو؟ فإذا راح نوصل إلى نتيجة، بما أنه هي الحقيقة واحدة، فالحقوق يجب أن تكون أيضا واحدة، يعني يجب لكل حقه. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. تساءلون يعني تتساءلون به، يعني بالله، مو؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني بالله. شنو يعني تساءلون؟ شنو يعني تتساءلون؟ يعني يسأل بعضكم بعضا، يحلف بي، يعني يقول له أسألك بالله هذا. الآن هذا شو يفيدنا؟ يفيدنا أن الله سبحانه وتعالى إلى منزلة وإلى محبة وإلى عظمة في قلوبهم، وإلا ما يتساءلون بي. يعني قصدي مو، لو كان هالشكل ما يحلف بعضهم البعض الآخر. أنت ليش تحلف؟
تحلف في يعني بشنو تحلف؟ تحلف في شيء تحبه وتعظمه مو؟ ها. الآن الآخر بشنو يحلفك؟ يحلفك بنفس الشيء، يحلفك بأشياء هو يحترمها ويحبها ويعظمها ويقدسها. واتقوا الله، بشنو اتقاء الله؟ اتق الله حديثنا عن من؟ عن حقوق الآخرين، عن الحقوق. فإذن اتقوا الله في الحقوق، اتقوا الله في قضية العدالة، اتقوا الله في العدالة الاجتماعية، اتقوا الله. الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به، هذه نقدر نشيلها. اتقوا الله والأرحام، يعني دير بالك أن تقطع الرحم. أحسنت. هسه الرحم شنو؟ الرحم هو هذا رحم المرأة، الرحم مع المرأة هو هذا الرحم، يعني القريب. الأرحام يعني الأقرباء. منين إجا هذا اللفظ؟ إجا من رحم المرأة، باعتبار أن يعني ذول الأقرباء يشتركون في رحم واحد، يعني ينحدرون من رحم واحد. افترض الأخوة، ولد العام، ولد الخال، ولد الكذا، يشتركون جدهم، افترض أبو جدهم، فد يعني جد الأول، جد الثاني. هسه هذا كلام، هو شنو المقصود بالرحم؟ يعني المعنى اللغوي هو هذا، أنه اللي يشترك وياك برحمن بأمن، هيك يقول اللي يشترك وياه، اللي أنا وهو انولدنا من نفس الرحم، من نفس الرحم، أو نشترك، يعني مو قصدي نفس الرحم، يعني المقصود به مباشرة. أحسن، يعني بشكل غير مباشر، هم ماكو مشكلة، يعني أشترك معه في رحم امرأة. الآن هذا الاشتراك قد يكون مباشرة، افترض أم، أو قد يكون جدة، وقد يكون أم جدة، وهكذا. الآن هاي صلة الرحم شنو؟ صلة الرحم يعني وين حدودها هسه؟ إذا اشتراك راح نوصل لآدم مو؟ فوين حدودها هاي صلة الرحم؟ العلماء يقولون قضية عرفية، بس القدر المتيقن هذا أنه مشمولين بها أولاد العمة وأولاد الخالة وأولاد العم وأولاد الخال، ذول يعني أكيد مشمولين بها. فهموا ولا؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الآن هذا تعليل، هذا سبب لمن؟ سبب لاتقوا الله، مو اتقوا الله في رعاية الحقوق، اتقوا الله. ليش نتقي الله؟ ليش؟ لأن الله رقيب. فالرقيب تقدر ما تتقي؟ يعني أنت كموظف والمسؤول فوق رأسك، الرقيب فوق رأسك هو المسؤول، فما تقدر ما تقدر أحسنت ما تقدر ما تتقي. الآن إن الله كان عليكم رقيبا، رقيب أيضا بمعنى حفيظ، يعني يراقب ويحفظ أعمالكم، وبالنتيجة يجب أن تكون الأعمال، إذا كانت القضية هكذا فلا بد وأن تكون الأعمال منسجمة مع ما يريده سبحانه وتعالى. وآتوا اليتامى أموالهم، لاحظتوا الآن بدينا نتحدث عن حقوق. الآية الأولى مهدت لهذا الموضوع، أنه خطاب لكل الناس، والآن بدينا نتحدث تفاصيل الحقوق. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الآن تتبدلوا الخبيث بالطيب شنو؟ ها، عندنا احتمالين. احتمال أنه ينطيهم الخبيث من أمواله
ويأخذ في مقابلها الطيب من أموالهم. طبعا المقصود به الرديء والجيد. هذا احتمال. احتمال الثاني لا، يأكل من أموالهم وأكله حرام، ويترك الأكل من أمواله، فيترك الأكل الطيب اللي هو من أموال الحلال ويأكل من أموالهم اللي حرام عليه هو يأكل منها. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فأنت على التفسير الأول، فأنت لا تبدل أموالهم الطيبة بأموالك الخبيثة. على التفسير الثاني، لا تأكل من أموالهم، لأن أكلك إلها هي مو خبيثة، بس أكلك إلها يعتبر أكلا خبيثا، وبهالحالة أنت راح تأكل أكلا خبيثا وتترك الأكل من أموالك اللي هي حلال اللي هي الأكل الطيب. طبعا هذا الكلام واضح أنه للأولياء وللأوصياء، لأنه اليتامى المقصود اليتيم شنو؟ يمكن ما قلنا شنو اليتيم. اليتيم هو اللي يفقد الأب، وبلغة الشرع ما بالغ يعني سن البلوغ، يعني ما واصل إلى سن البلوغ. هذا اليتيم إذا يعني وصل إلى سن البلوغ فبلغة الشرع ما يسمى يتيم. يعني إذا صار مكلف، خلينا نقول بتعبيرنا، بلغة الشرع بعد لا يسمى يتيم. وذاك الوقت تترتب عليه آثار، من ضمن هاي الآثار أنه إذا كان رشيد يرجعون له أمواله، وخلص بعد هو يتصرف بأمواله لأن أصبح بالغا. قبلها، قبل أن يكون بالغ فهو محجور عليه. خب هاي القضية خل شوية نبينها، أعتقد هي واضحة بس يعني حتى نبينها. أنه الطفل يملك من اليوم الأول، هو يملك، لكن ما يقدر يتصرف بملكيته هاي. وهذا ليش؟ إن شاء الله تجينا تفاصيل ليش. هذا حفاظا مو بس على أمواله، وإنما حفاظا على أموال الأمة، حفاظا على أموال الناس، حفاظا على أموال البشرية. يعني القضية أعمق من أن تكون قضية فردية وشخصية. الآن هذا محجور عليه، محجور عليه يعني ما له حق يتصرف بأمواله، ما له حق يبيع، ما له حق يشتري، ما له حق، ما له حق، ما له حق. هذا منو يقوم بهاي الأعمال؟ يقوم فد واحد وصي أو الولي، هو يقوم عليه، ولي الأمر هو اللي يقوم به. الآن إذا وصل إلى سن البلوغ وكان رشيدا، رشيد يعني يعرف يتصرف بأمواله، هذاك الوقت يجب على الولي ويجب على الوصي أن أي بلى خلاص بعد يعطي أمواله، ما لا تذني، ما له حق. وآتوا اليتامى أموالهم. إذن الخطاب لمن؟ للأولياء، للأوصياء، وقد يكون لا بشكل عام للمجتمع، أنه يا مجتمع، يا قيمين أو يا قيمون على مثلا أمور الأطفال، فأنتوا كمجتمع مسؤولين عن تسليم هذه الأموال إلى الأيتام. وآتوا اليتامى أموالهم. خب أنا يمكن ما وضحت نقطة، أنا قلت أنه الأطفال وكذا، زي الأيتام شلون؟ أيتام ذول صغار، افترض أبوهم مات، إلهم إرث لو ما إلهم إرث؟ إلهم إرث، يعني ملكوا لو ما ملكوا؟ يعني ملكوا. فأنت صح تصرف عليهم، يعني قصدي الولي أو الوصي يصرف عليهم من أمواله، قصدي من أموالهم، من أموال اليتيم، من أموال الأيتام يصرف عليهم، مو من أمواله هو، من أموال اليتيم. لكن شلون يصرف؟ مزاجا؟ لا طبعا، هم مو مزاجا، هم ضمن الضوابط وترتبط بمصلحة اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تضمون هذه إلى تلك، إنه كان حوبا كبيرا. أنا دائما أرجع إلى مفردات المجتمع. إحنا شو نقول؟ حوبتي مو حوبة، يعني إثم.
حوبا، بس احنا نقول حوب، حوبا كبيرة، يعني إثم كبير، إثم عظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أسلم له كل الكون، الكون كل الكون، والذي يخالف التكوين مصيره الهلاك، لكن هذا الربط ما احنا نعرفه.